اهلا بحضراتكم واولى حواراتنا في هذا الصباح. الحقيقه انه الاقتصاد المصري حقق اعلى معدل نمو يمكن ما وصلنالوش من 11 سنه، 5.6% معدل النمو ل 2019. بدا الاقتصاد المصري في الصعود من 2014، حسينا بيه بقى من اهم اقتصاديات الشرق الاوسط في 2018 2019. توقعاتنا ليه في 2020 ونقرا هذه الارقام بشيء من التفصيل والتحليل وكمان تاثيرها المباشر على المواطن المصري من خلال لقائنا في استوديو هذا الصباح مع الأستاذة شيرين محمد رئيس قسم البنوك بجريدة العالم اليوم. صباح الخير يا أستاذة شيرين. صباح النور وأهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. قبل ما نبدأ مع حضرتك قراية الأرقام بشكل دقيق ومحلل، لكن نبدأ الأول نشوف هذا التقرير. في دلالة واضحة على استمرار تحسن أداء الاقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو له خلال 11 عاما وتصدري لمعدلات النمو الأهم لاقتصادات المنطقة لعام 2020 للعام الثالث على التوالي. أشارت بيانات المركز أن معدل النمو وصل إلى 5.6% خلال العام الماضي مقارنة ب 5.3% خلال العام السابق عليه، وسعود مصر تحتل المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامين 2018 و2019، مع توقع لاستمرار تصدرها أيضا في عام 2020. كما أوضحت البيانات أن معدل نمو الاقتصاد المصري حافظ على تحقيق مستوى أعلى من متوسط النمو العالمي منذ عام 2015، والذي سجل 5.6% خلال عام 2019، في حين بلغ متوسط النمو العالمي 2.9% خلال نفس العام. وأكد خبراء أن نجاح برنامج الإصلاح دفع بالمؤسسات والهيئات الدولية بالإشادة بجهود الحكومة في هذا المجال، ودليل على وجود طفرة غير مسبوقة حققها الاقتصاد المصري. وأشاروا إلى أن مؤشرات البنك المركزي حول استمرارية زيادة معدل الاقتصاد ترجع إلى المشروعات التي تنفذها الحكومة وسط توقعات بارتفاع الإيرادات من السياحة وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. أكدوا أيضا أن ارتفاع معدل النمو وصل إلى أعلى معدل نمو له منذ 11 عاما بعد مؤشر أساسي لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، مما يعطي ثقة كبيرة لدى المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري. وفي نفس السياق أشار آخرون إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا لمعدلات الاستثمار الأجنبي في السوق المصرية على المستويين المباشر وغير المباشر، نتيجة لتحقيق مؤشرات الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة بنظرة مستقبلية جيدة، فضلا عن كون مصر تعد واحدة من أهم الأسواق الجاذبة في العالم. طيب خلونا نتعرف اكتر على هذا الموضوع بشيء من التفصيل. ارحب مره اخرى في استوديو هذا الصباح بالاستاذه شيرين محمد رئيس قسم البنوك بجريده العالم اليوم. يا استاذه شيرين، يعني يمكن لو اتكلمنا عن هذه المؤشرات، وصول نمو معدل النمو 5.6% 2019، يعني اقدر اقرا مؤشر 2020 من خلال هذا الرقم؟ بالطبع طبعا في هناك تحسن واضح في معدلات النمو. نقدر نقول كمان ان في بعض التحديات اللي كانت خارجه عن ارادتنا كانت بتتعلق بالازمات اللي في حوالينا في دول العالم، قد تكون حدت بعض الشيء من النمو، كان ممكن نحقق نمو كمان اكثر من ذلك على اساس القاعده اللي احنا حققناها من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي. بمعنى ان انا بتوقع مع حضرتك ان احنا ان شاء الله نقفل العام المالي على 5.9% وممكن نوصل ل 6% في معدل النمو. لكن احنا دايما بيواجهنا، احنا مش بمعزل عن العالم، احيانا بيكون احنا قايمين بدور مهم جدا في تحقيق مستهدفات معدلات النمو بالنسبه على المستوى المحلي، ولكن يطرق بعض التطورات العالميه اللي بتخفف من التطور اللي كان متوقع لمعدلات النمو. ولكن لازم نقول ان احنا قدرنا اننا نحقق فعلا المستهدفات، وده باشاده المؤسسات الدوليه وباشاده صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات اللي هم نفسهم يعني واقفين عند نقطه ان احنا قدرنا فعلا نحقق النمو المستهدف. وعاوز اقول لحضرتك ان في بعض التحديات اللي كانت على مستوى ازمات الدول الناشئه، سواء الناشئه في عام 2019 و2018، في بعض التحديات العالميه ان عندنا على مستوى دول المنطقه في الشرق الاوسط، هنجد ان ده كله اثر بعض الشيء على الاستثمار الاجنبي المباشر. احنا قدرنا نحقق تطور في معدلات البطاله، عندنا انخفضت لمستوى منخفض بين 8% وفي يعني متوقع انها توصل كمان ل 7%. عندنا نمو الاحتياط النقدي الاجنبي وصل لاعلى مستوياته على مستويات تاريخيه غير مسبوقه. احنا النهارده بنتكلم في 45 مليار دولار و456 مليون دولار، ده الاحتياط النقدي. طب كان تاثير انخفاض سعر الدولار شويه قدام الجنيه، تاثيره كان ايه بشكل مباشر على النمو؟
ما فيش شك ان تحسن الجنيه في حد ذاته ده دليل على تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في مصر. عايزين نقول ان احنا في الفتره الاخيره يعني نقدر نقول اننا مع مطلع 2020 فقط في يناير وفبراير في تدفقات نقديه داخله بتقدر باكثر من 11 مليار دولار او 12 مليار دولار. عايز اقول لحضرتك ان احنا في مطلع يناير فقط في اسبوع واحد او 4 ايام 1.7 مليار دولار دخلت عن طريق صناديق استثمار عايزه تستثمر في ادوات الدين الحكوميه اللي بتصدرها الحكومه المصريه أو وزارة المالية. يعني عاوز أقول لحضرتك إن ده دليل على الثقة في الاستثمار في مصر، يعني المستثمر في الخارج حاسس إن أفضل فرصة جذبة ليه هنا، يعني إحنا رغم خفض معدلات الفايدة في 2019 بنحو 4.5% ولكن إن لا نزال عند معدل مستوى فايدة مناسب أو ملائم بالنسبة للمستثمر اللي طيب بيبحث عن فرصة. حضرتك شايف إنه إيه أهم المجالات لو حصل فيها استثمار في مصر معدل النمو هيرتفع؟ حضرتك قلت دلوقتي متوقع اكتر كمان من 5.6 في 2020 يعني ممكن يرتفع 5.9 ونوصل ل6 كمان لو احنا على مستهدفاتنا احنا اننا عاملين 5.9 و6% يعني عايزين نوصل لكده. واعتقد اننا لو الامور يعني احنا دايما زي ما قلت لحضرتك بيطرق حاجات بتكون خارجه عن ارادتنا، احنا مالناش دور في الازمات الدوليه العالميه ولكن احنا قادرين نقوم بالدور اللي يخصنا فيما يتعلق بينا احنا كخطوات ثابته فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف فيما يتعلق بالسياسه النقديه اللي في مصر. احنا بدانا نتخذ دلوقتي سياسه نقديه اكثر مرونه اللي هي اننا بدانا نخفض سعر الفايده، ما وصلناش للنقطه دي ان احنا هنبتدي نرجع نخفض سعر الفايده غير لما تاكدنا اننا يعني في تحسن في النمو وخلاص احنا عايزين بقى نبص للاستثمار الاجنبي المباشر. هو المواطن العادي دي النقطه المهمه والمواطن العادي بس في نقطه عايز يفهمها، ان تخفيض سعر الفايده عادي تعليه بايه؟ عايز حضرتك تشرحيها بشكل مبسط لان في ناس كتير بتسالنا يعني السؤال اكيد ده. طبعا المواطن العادي دي استفاد في وقت معين، يعني احنا لما جينا اخذنا قرار او الحكومه المصريه والبنك المركزي لما اخذوا قرار بتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 كان من الطبيعي جدا في وقت تحرير سعر الصرف ان بيحدث ازمه اللي هي صدمه، الصدمه دي بيتبعها ان الناس بتتخلص من العمله المحليه لصالح العمله الاجنبيه على اعتبار ان بيجدوا ان بيحصل فيها قفزات سعريه. البنك المركزي عندنا احتاط للمساله دي من خلال رفع سعر العائد على العمله المحليه، بمعنى ان بدانا نجد انه نزل باصدار أوعية إدخارية مدتها عام وثلاث أعوام وأسعار العائد عليها في الوقت ده كانت 20% وده كان سعر عائد مرتفع للغاية. ده كان الغرض منه إيه؟ إن أنا بمتص الصدمات التضخمية المتوقعة بعد تحرير سعر الصرف. طيب فضل البنك المركزي يمتص الصدمات التضخميه وكان وقتها التضخم حصل فيه برضو صدمه وارتفع على مستوى عالي جدا وصل اكتر من 35%. عايز اقول لحضرتك ان احنا النهارده نجحنا ان معدلات التضخم تراجعت. اي نعم ممكن نقول انها في يناير ارتفعت بعض الشيء نتيجه لارتفاع بعض السلع الغذائيه ولكنها لا تزال عند 7.2% وده اقل من مستهدفات البنك المركزي. البنك المركزي بيضع مستهدف للتضخم صحيح عشان يراعي مصالح المواطن العادي زي ما حضرتك ذكرتي. طيب نرجع لسؤال لحضرتك، اهم المجالات بقى اللي حضرتك شايفه انها من الممكن ان تساعد بشكل كبير جدا على معدل النمو او ارتفاع معدل النمو وخاصه اذا كانت هذه المجالات داخله في الصادرات المصريه؟ ما هو احنا ده بقى النقطه اللي بدانا بالفعل نتحرك ناحيتها ويمكن الكلام ده تم التحرك فيه من ديسمبر الماضي ان حصل جلسات عمل مكثفه بين البنك المركزي وبين الحكومه المصرية وبرئاسة طبعا دكتور مصطفى مدبولي وحصل ان حصل مبادرات لدعم الصناعة، بدأنا نتحرك لدعم الصناعات الكبرى بمعنى اننا في فترات سابقة اتجهنا لدعم الصناعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والانتاج، النهاردة بدأنا نبص على الصناعات الكبرى. هتقولي يا حضرتك ليه التوقيت دلوقتي او ليه مثلا في نهاية ديسمبر او بداية يناير؟ لا بعد ما تأكدنا ان البنية التحتية اصبحت ملائمة، بمعنى ان في وقت تحرير سعر صرف الجنيه واتخاذ الاجراءات الاصلاحية اللي قد تكون قاسية بعد الشيء على المواطنين ما كانش بيقدر نقدر اننا نتجه للمصانع او ندعم المصانع في وقت احنا لسه مش قادرين نطمئن للمخزون بتاع الوقود، بمعنى ان انا النهارده عندي اكتفاء يعني اصبحت عندي طفره فيما يتعلق بالفائض البترولي في مصر والوقود، فاصبحت المصانع قادره انها ترجع تشتغل بكفاءه عاليه فاصبح ممكن البنوك والحكومه يقدروا يدعموا المصانع. وعايز اقول لحضرتك ان تم اطلاق مبادره لدعم المصانع سواء المصانع الجديده المشروعات الجديده للصناعات الجديده او المصانع المتعثره بحوالي 100 مليار جنيه، ده غير مبادرة أخرى لرفع الأعباء عن المصانع المتعثرة. هتخليني أسأل حضرتك في فكرة أنه ما تقل نسبة البطالة إزاي ده هينعش السوق؟ طبعا. مش الاقتصاد بشكل مباشر له تأثير مباشر على المواطن، يعني خاصة إذا تحدثنا عن فرص العمل
لانها هي مصدر الكسب او انا كنت لسه هذكر لحضرتك ان احنا سواء في البدايه كنا بنرفع الفايده في وقت معين علشان نخلي المواطن لا يشعر بارتفاع الاسعار او يقدر يواجه اعباء ارتفاع الاسعار بعد تحرير سعر الصرف. النهارده بعد التاكد من تراجع الاسعار بعد الشيء او تراجع معدلات التضخم اصبحنا نهتم بالانتاج، وده المهم جدا في الفتره الجايه لاستمرار معدلات النمو بالشكل اللي الدوله بتستهدفه. عايز اقول لحضرتك انه بشكل غير مباشر هينعكس بطريقه اخرى على المواطن، لانه هيوفر له فرص عمل، وبالتالي هو هيكون عنده فرصة عمل مناسبة ليه لأبنائه لأي حد من المواطنين. فبالتالي في الوقت دوت أصبح فيه انعكاس على المواطن بشكل آخر بشكل غير، ولكن مازال في هناك نظرة للمواطن، بمعنى أن الخفض بتاع الفايدة مازال يعني تدريجي. يعني احنا خفضنا على مدار عام 2019 4.5%. عايز أقول حضرتك كان لما تأكدنا أن التضخم تراجع في أول اجتماع في السنة الجديدة كان في 16 يناير الماضي، حصل اننا ثبتنا اسعار الفايده في اجتماع في الخميس المقبل بين احتمال كبير ان يتم التثبيت مره اخرى، حفاظا على ان البنك المركزي عايز يتاكد ان المواطن لازم يكون يعني لا يحدث انه ما فيش هناك فايده توقعات سلبيه. يعني في تثبيت في توقعات بانه تنزل الفايده مره ثانيه ولا التثبيت ده الربع الثاني من عام يعني ممكن نقول ان احنا الربع الاول من 2020 هنظل في تثبيت او خفض بسيط جدا لن يتجاوز نص نقطه مئويه، ولكن مع دخولنا في النصف يعني في الربع الثاني من العام الجاري هيتم خفض الفايده بشكل اكبر. ودي سياسه المرنه اللي بذكرها لحضرتك اللي هي بتدي انطباع ايجابي للمستثمر المباشر. احنا النهارده عندنا تدفقات نقديه للاستثمارات الغير مباشره في ادوات الدين الحكوميه بتتجاوز يعني تجاوزت في نهايه ديسمبر الماضي في 2019 تجاوزت 22 مليار دولار، ولكن لا يزال هناك مخاطره بعض الشيء في الاستثمارات غير المباشره. طيب. ان انا ممكن المستثمر ده يخرج في اي وقت من السوق لو حصل ازمه عنده بره في دولته او غيره، فبالتالي لازم اكون انا عندي استثمار اجنبي مباشر، وهو ده اللي انا محتاجه في الفتره الجايه. طب ده انا عايز حضرتك في النقطه دي ازاي بقى معدل النمو ارتفاع معدل النمو ده يدي الثقه للاستثمارات الأجنبية لجذبها؟ إلى أي مدى من الممكن أن يؤثر بشكل ما على جذب الاستثمارات، وخاصة أن احنا يمكن الثقة حتى في الاقتصاد المصري كان في استثمار أو اتفاقية أيضا مع بنك الاستثمار الأوروبي في تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء وغيرها. يعني إزاي حضرتك شايفة أنه هيبقى في ثقة متبادلة ما بين الداخل المصري وما بين الخارج بعد ارتفاعات معدلات؟ أنا عاوز أقول لحضرتك أن ده بدأ بالفعل. يعني أنت زي ما ذكرتي حضرتك الاستثمار الأوروبي داخل في مشروعات تعتبر بيئية وبتحقق استدامة للدولة. عايز اقول لحضرتك كمان في البنك الدولي قال ان هو نسبه كبيره جدا من الاستثمارات هيضخها في السوق المصريه الفتره الجايه، بانه بيعتبرها من الاسواق المهمه بالنسبه ليه عشان تحقيق التنميه المستدامه من اهم اسواق الشرق الاوسط. طبعا دي ثقه من المؤسسات الدوليه بتنعكس على المستثمر الاجنبي الحر في الخارج، بمعنى ان هو لما بيجد ان البنك الدولي صندوق النقد الدولي الاستثمار الاوروبي غيرها من البنوك الدوليه الكبرى والتنمويه تجد فرص جيدة في مصر، تجد انها فيها فرصة للتنمية المستدامة اللي بيبحث عنها العالم كله، اننا مش بس عايزين نحقق تنمية اقتصادية، لا احنا بنحقق تنمية مستدامة للاجيال القادمة. صحيح. فهي دي النقطة اللي بتخلي المستثمر الاجنبي يحط عينه على السوق المصري. عايز اقول لحضرتك ان في طبعا جهود اخرى لابد بتقوم بيها الحكومة وهتستمر فيها في الفترة الجاية واعتقد انها بدأت فيها، وهي وجود تتعلق بان المستثمر لازم يحس ان اي مشكلات ممكن تواجهه في السوق يكون قادر الحكومه على تذليلها. لازم المستثمر يشعر بسهوله دخول وخروج امواله، وده اللي البنك المركزي حققه في الفتره الاخيره ان هو فتح يعني رفع القيود بعض الشيء عن تحويل اليه تحويل المستثمرين الاجانب لاموالهم في الخارج. يعني انت حضرتك هنا بتبتدي المستثمر لازم يشعر بالامان، يشعر باطمئنان ان هو بيدخل يستثمر استثمار طويل الاجل في دوله ما، لابد ان يكون تحديات البيروقراطيه والروتين برضه طبعا لازم يكون عنده ثقه في الوقت ده انه يقدر يخرج بفلوسه في اي وقت، وده حقه، ولازم تكون انت بتوفري له المناخ المناسب. عايز اقول لحضرتك ان النهارده احنا عندنا لجنه وزاريه عليا لجذب الاستثمار برئاسه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، اعتقد انها ليها دور كبير انه احنا النهارده ما بقناش عندنا يعني جاء شخص واحد او وزير واحد بيتكلم عن الاستثمار، كل المجموعه الوزاريه بتتحرك ناحيه الاستثمار، يعني كل وزير في جهته بيتحرك نحو جذب الاستثمارات الاجنبيه المباشره. هي في النهايه منظومه، ولكن نحتاج لازلنا نحتاج للترويج في الخارج. يعني احنا نحتاج اننا نقوم بجولات في الخارج اننا يعني نصل للمستثمر
اكثر ونعرض الفرص اكثر. واعتقد ايه وسائل التسويق من وجهه نظرك؟ يعني وسائل التسويق لل احنا عندنا خريطه استثماريه المصر. يعني احنا عندنا خريطه استثماريه بدات الحكومه في اطلاقها في النصف السنه من العام الماضي. اعتقد ان الخريطه الاستثماريه نجحت بشكل كبير في ان انا بقيت حاطط ايدي على الفرص اللي موجوده في مصر في كل محافظات الجمهوريه. فانا محتاج ان انا الخريطه الاستثماريه اسوق ليها في الخارج، محتاج ان انا اعمل وفد رفيع المستوى يجوب دول في الخارج، يتم الاجتماعات مكثفه بينه وبين صناديق الاستثمار. انا عايز اقول لحضرتك ان في وقت معين لما البنك المركزي بدا ياخد خطوات التحرير كان بينظر للاستثمارات الاجنبيه غير المباشره، انه ازاي ان احنا نقدر نجذبها مره اخرى للسوق. احنا مرينا في فترات سابقه كانت صعبه وخرجت فيها الاستثمارات دي، فتم عقد لقاءات مكثفه بين مسؤولين من المركزي ومن البنوك مع صناديق استثمار عالميه. طيب احنا محتاجين خطوات زي دي على مستوى المشروعات. في النهايه لازم يبقى في استراتيجيه متكامله. حضرتك شايف انه فكره الرقابه على الاسواق بشكل عام والسلع وتثبيت اسعارها ده كمان ايه تاثيره على الاقتصاد المصري؟ فكره انعاش الاقتصاد وشعور المواطن المصري بهذه الحاله، يعني حاله الانتعاش للاقتصاد المصري. وطبعا هو كلمة السر دايما في الانتاج، زيادة الانتاج هتشعر الجميع بان في طفرة. انا مع حضرتك ان الكثيرين من المواطنين بيجدوا، احنا بنتكلم في ارقام نمو ارتفعت، ولكن هو لا يزال يشعر ببعض الارتفاع في الاسعار، لا يزال يشعر بصعوبة، ولكن على مستوى كبير في اسعار بعض السلع تراجعت بالفعل، يعني في سلع معينة تراجعت. عايز اقول لحضرتك ان اللي هيزود وتيرة ده واحساس المواطن بمردود الاصلاح وبمردود ارتفاع معدلات النمو الانتاجية، وهي دي اللي عيننا عليها في الفترة الجاية، ان يبقى عندنا انتاج مصانع مصرية، انتاج مصري. واعتقد ان في توجه من الدولة لانعاش الصناعات المصرية، يعني واعتقد ان في اهتمام بالزراعة، في اهتمام بالصناعة. بالظبط، يعني كنت عايز احضرتك على موضوع الزراعة، يعني لازم انعاش القطاع الزراعي لان هو بيرد تاني في فكرة الصناعة، يعني بالظبط. تشجيع الفلاح المصري بقى، يعني تشجيعه ازاي وتديله حافز. الدولة بتنتهجه دلوقتي. عايز اقول لحضرتك ان في منظومة كبيرة بالنسبة للزراعة في الفترة الجاية. اعتقد ان في وزارة الزراعة في خطة جديدة جدا انها بتهتم بتنمية الفلاح نفسه، يعني في تدريب للفلاح نفسه، انعاش ليه ازاي ان هو يستفيد اقصى استفادة ممكنة بانتاج محاصيل تكون قابلة للتصدير. يعني النهارده في احنا بدانا نعمل سلاسل القيمه المضافه. احنا لو رجعنا تاني يعني القطن في اصلا توجه من الدوله يعني. نفس القياده السياسيه يعني وجهت بكده ان لابد انعاش صناعه يعني زراعه القطن المصري والعوده لعرشها القديم، اننا نرجع تاني. دي حاجه كنا دايما احنا بنشتهر بيها في الخارج طبعا. فاعتقد ان احنا في عندنا احياء للزراعه المصريه، احياء للصناعه المصريه الاصيله اللي هي جزء من كيان مصر. يعني في حاجات كانت دايما بتكون ليها علاقه بمصر مباشره، اول ما بنتذكر اسم مصر بتتذكر هذه الصغيره احنا اهتمينا بيها في فتره سابقه، وتم ضخ ما يقرب من 160 مليار جنيه على مدار 4 سنوات لهذه المشروعات. النهارده في استكمال ليها وفي نفس الوقت بالتوازي مع الاهتمام بالصناعه والزراعه. طب تبادل المنفعه بقى بين المشروعات الصغيره والمتوسطه. يعني حضرتك قلتي فعلا في هي منظومه متكامله زراعه هي صناعه قيمه مضافه، يعني هتيجي بقى يعني هي منظومه متكامله زي ما حضرتك ذكرتي. النهارده انا بوجه المشروع الصغير انه يبتدي يكمل لي منظومه المصنع الكبير. انا عايز اوصل لنقطه ان انا ما احتاجش استورد اي شيء، ما استوردش حتى الخامات. يعني احنا غصب عننا في مدخلات صناعه بنضطر نستوردها من الخارج. صحيح. فبنحتاج فيها النقد الاجنبي، بتضغط بعض ضغطت في بعض الشيء على الموارد بتاعت النقد الاجنبي. النهارده انا بحاول يعني في خطه اننا ازاي نعمل بدائل المستورد، بدائل دي عن طريق المشروعات الصغيره. نوجه اصحاب المشروعات الصغيره لصناعات بعينها اللي انا اقدر استفيد بيها في الصناعه الكبيره. واحيي بعض الصناعات يعني اللي هي زي ما حضرتك ذكرتيها المهمه. هي الانتاج زي ما قلت لحضرتك في النهايه يكون في انتاج هيتبعه تصدير، فالانتاج ده في حد ذاته هو اللي هيشعرنا ويشعر المواطن بان في قيمه مضافه. احنا اصبحنا مش احنا اللي بنزرع واحنا اللي بننتج واحنا اللي بنصدر. لاي مدى بقى حضرتك شايفه ان نقدر نعمل الخريطه دي؟ الاكتفاء الذاتي. الاكتفاء الذاتي. فاعتقد زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين استثمار مباشر يدخل معانا في الصناعات اللي موجوده، ومحتاجين اهتمام من الدوله. يعني في النهارده دعم حكومي للمصانع دي بفائده متناقصه 10% عشان نساعد المصانع دي، وفي اقاله. يعني في عايز اقول لحضرتك ان في 17.8 مليار دولار مليار جنيه سوري اسف يعني الخلط مليار جنيه تم ضخها للمصانع المتعثره اللي كانت متوقفه عشان ترجع تشتغل مره ثانيه، مع الترويج للمصانع دي في الخارج للمستثمرين
المباشرين اعتقد ممكن يكون في شراكات في الفتره الجايه هتنعكس على فرص العمل صحيح. هتنعكس على الانتاج، لان انا محتاج المستثمر المباشر. يعني انا مع حضرتك في ان انا محتاج ان انا عندي زراعه وعندي انتاجيه، ولكني لازلت احتاج مستثمر اجنبي مباشر عنده التكنولوجيا، عنده التطور الخارجي اللي ممكن يعمل لي انا قيمه مضافه متكامله. يعني هيدخل هيديني انا هستفيد، والمستثمر الاجنبي هيحقق عوايد، وهي دي تبادل المنفعه اللي هيحقق لنا احنا في النهايه قيمه مضافه يعني بشكل عام. لاي مدى بقى حضرتك قلت التكنولوجيا يعني حاجه مهمه جدا واحنا في العصر الرقمي، يعني ازاي نقدر نستفيد منها بشكل ما بتطوير الانتاج وفي نفس الوقت برضو الحفاظ على العماله المصريه؟ زي ما قلت لحضرتك طبعا التكنولوجيا مهمه جدا، انا محتاج المستثمر الاجنبي عشان ادخال تكنولوجيا حديثه، وانا بدات انا كمنظومه في الدوله ان انا اتحرك ناحيه الميكنه. يعني اصبحت النهارده انا عندي وزاره الماليه من مايو الماضي بتنتهج يعني خطه جديده اللي هي ميكنه جميع المدفوعات الحكوميه. فالنهارده اطلقنا بطاقات ميزه الوطنيه، دي بطاقات وطنيه انا عندي منظومه متكامله للحكومه بتتم من خلالها ان انا كل شيء يكون مميكن. عايز اقول لحضرتك ان دي مهمه جدا للمستثمر الاجنبي، هو في الخارج بيتحرك وكل شيء. اولا احنا بالنسبه لنا احنا كمواطنين وبالنسبه لمشاكل كثيره عندنا هيتم توفير وقت، زي ما حضرتك قلتي هيتم توفير تكلفه، وحتى الخلط اللي عند البعض اللي بيتصوروا ان وجود التكنولوجيا هو يعني بيؤدي لتسريح عماله او بطاله، لا ده مش صحيح، لان انا مع التطور الطبيعي للتكنولوجيا بيتخلق عندي وظائف جديده. صحيح، هي مكمله فقط. التكنولوجيا ممكن تكون هتبطل بعض الوظائف التقليديه ولكنها تخلق لي دور لوظائف جديده، وهو ده التطور اللي الحكومه برضو بتهتم بيه من ناحيه ثانيه يتعلق بالتدريب. ومين اللي بيستخدم التكنولوجيا؟ هو الانسان في النهايه. هو الشباب. انا بشكرك، اللي هم اللي يهمونا في الفتره الجايه برضو الشباب. طبعا. يعني احنا دوله شباب في صحيح. بشكرك استاذ شيرين محمد رئيس قسم البنوك بجريده العالم اليوم، شكرا جزيلا فقط لي. يعني ضيق الوقت، الموضوع مهم جدا، ان شاء الله ان يبقى لنا حوارات اخرى ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. بشكركم مشاهدينا الكرام، وده كان اول حواراتنا النهارده في هذا الصباح، ومستكملين مع حضراتكم مكملين حتى العاشره بتوقيت القاهره.